تتواصل بجنيف أشغال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وعلى هامش أشغال الدورة نظمت منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان ندوة حول انتهاك الحق في الحياة بمخيمات تندوف وحول التجاوزات الخطيرة للبوليساريو ومسؤولية السلطات الجزائرية. وتطرقت الندوة التي نشطتها عائشة الدويهي رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان بمشاركة عدد من الخبراء في مجال حقوق الإنسان إلى الإطار المعياري لحماية الحق في الحياة والإعدام، متسائلة عن ضحايا البوليساريو بين سياسة الإفلات من العقاب والالتزام بتعويض الضحايا وكشف الحقيقة وتنفيذ البوليساريو لسياسة التحريض على العنف وإشاعة الفوضى والقتل، بالإضافة إلى الارتباط الخطير بين المجلس التنفيذي للبوليساريو والجماعات المسلحة العاملة في منطقة الساحل والصحراء. الندوة تتمحور بالخصوص حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها تنظيم البوليساريو، وأكيد في مسؤولية وعهدة البلد المضيف الجزائر. الندوة بالخصوص ركزت على نقطتين أهم قصوتين ذات أهمية قصوى حول الانتهاك الحق في الحياة والإعدامات التعسفية التي ارتكبت على التراب الجزائري لا داخل مخيمات تندوف ولا في محيط أيضا، وهي الحالات المتواترة حديثا. تحدثنا عن انتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفضائل الإنسانية التي ارتكبت على التراب الجزائري في مخيمات تندوف والتي راح ضحيتها العديد من ساكني المنطقة بالخصوص، وأيضا العديد من الأشخاص الآخرين من جنسيات مختلفة والذي أعدموا إعدامات تعسفية أو بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القانون. لدينا ملف حافل في هذا الإطار، ولكن أيضا استمرت هذه الحالات حتى وقتنا الحالي، ولكن كانت هناك مسؤولية مباشرة وبأيدي عناصر أمنية جزائرية هذه المرة منذ سنة 2014 حتى الآن. هناك عديد الملفات وعشرات الملفات في هذا النطاق، سواء من خلال إعدام تعسفا بإطلاق الرصاص بصفة مباشرة أو من خلال الحرق حتى الموت. ولكن ما يثيرنا في هذه الندوة بالخصوص هو أن هكذا تاريخ إجرامي لتنظيم البوليساريو أصبح يسائلنا ككل أمام ما يمثل من تهديدات حقيقية للسلم والأمن بالمنطقة وعلى المستوى الإقليمي وأيضا على المستوى الدولي، لأننا نعيش منذ عديد السنوات خرجات والاطلاعات لقيادة البوليساريو التي تحاول التحريض على العنف وعلى خطاب الكراهية، ولكن الأكثر صعوبة هو محاولتها بتحريض ساكنة مخيمات تندوف وأيضا الساكنة التي تتواجد بالأقاليم الجنوبية للمملكة من أجل قيام بأعمال العنف وأيضا أعمال القتل. وفي هذا الإطار نحاول دراسة وتشخيص ما وقع داخل مخيم قديميزيك من أعمال قتل وبلطجة وأعمال عنيفة جدا راح ضحيتها العديد من الأشخاص الأبرياء، وأيضا نحاول أيضا تسليط الضوء على ما تقوم به أو ما يقوم به تنظيم البوليساريو في تجنيد منه بشكل كبير جدا وعلى نطاق واسع للعديد من الأطفال والشباب واليافعين، وتباهيه بتواجد مشتل احتياطي من هؤلاء الأطفال المجندين، وهو الذي يوفر بهذا الشكل يعني منبعا حقيقيا من الشباب التائه الذي تنعدم الأفاق أمامه ويكون لقمة سائغة أمام المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة التي تنشط داخل المنطقة، وهذا ما كان ضحيته العديد من شباب المنطقة الذين قتلوا وهم قد أصبحوا داخل أسلاك تنظيم القاعدة في المنطقة. نحاول هنا التركيز أكثر على ذلك الدور الانفصالي لتنظيم البوليساريو في تقاطع مع الدور الإرهابي للجماعات المسلحة في تهديد كبير للسلم والأمن الدوليين كما قلت سابقا.